احتياطي الصرف الجزائري يقدر ب 108 مليار دولار حالياً مقابل 195 مليار دولار نهاية مارس 2014، وضعية حذرت منها العديد من التقارير لتصبح اليوم واقع. فالجزائر تفقد أهم ضماناتها، فهل تملك هامش مناورة لإنقاذ ما يجب إنقاذه؟ أو مبلغ كافي باش نجوزوا 3 سنوات؟ لا، لكن يجب من درك، رانا تأخرنا من 2014 لليوم. شوفي 2014 2015 2000 وكذا، واش دارت الحكومه اللي مضات؟ 2014 2015 كانت الازمه الاقتصاديه، لكن كان احتياط 194 مليار دولار، كلاو منه 90 مليار دولار. نشوفوا باللي واش داروا، اغتالوا برنامج رئيس حكومه. الحكومه اللي جات اغتالت برنامج رئيس حكومه. ماذا بينا في قانون الماليه تاع 2018 هذه الحكومه ما تغتالش ايضا برنامج رئيس الجمهوريه. يقول لك برنامج لكن ما يطبقوش. التعامل بنفس السياسه سيجعل مصير احتياطي الصرف يتجه نحو نفس نهايه صندوق ضبط الايرادات حسب الخبراء. لا يمكن تموين صندوق ضبط الايرادات اللي هو الان تقريبا نفد، ولا يمكن أن نمونه لأن التموين تاعو كان يجي من فارق سعر البترول. هذا واحد. سعر الاحتياطي الصرف 100 مليار دولار، احتياطي الصرف 100 مليار دولار راح يمد الجزائر سنة أو سنتين أخرى من أجل إقامة تصحيح على الاقتصاد تاعها. سنة 2018 إذا كانت تواصلت الأمور بالشكل الحالي راح تكون مرة أخرى سنة للعجوزات. تآكل احتياط الصرف الذي سيؤدي لا محالة إلى انخفاض قيمة العملة، والتي ستنعكس على التوازنات الاقتصادية للبلاد، وهو ما يضع الجزائر في مفترق الطرق.